على سلامة حضرتك. محتاجين في البداية نتعرف عليك وبين اسم حضرتك ايه؟ تمام، حضرتك كنت موجود في القداس بقى وقت ما حصلت الحريقة؟ في المسبح. تمام، قول لنا بقى ايه اللي حصل؟ شوية فصلنا لأن تقريبا كده اتكهربت، ممكن مش واصلين صح على حاجة زي كده، فلقينا في دخان طالع في الأول كده، دخان خفيف طالع لنا من تحت من مدخل الكنيسة من خاطر الرب، وبعد كده بدأ الدخان يزيد بكثافة رهيبة لدرجة الناس ما عرفتش تخرج. وبعد كده حصل لنا بقى حالة إغماء، ما عرفتش بعد كده ما تريدش مرة في كده في المستشفى. تمام، الناس ما عرفتش، ما حدش لحق ينزل يجري يغلق ولا عشان الحريق وصلت من تحت الأول. كانت النار طالعة لنا دخان طالع لنا قوي، ما كانش حد بيقدر ينزل، الدخان كان قوي جدا ما حدش ينزل وهو فيه. لما طلع لنا قوي ساعتها الدخان فوق كله اتخنق اللي يستحمل شوية تجيب الشتاء كل حاجة اتخنق شوية ان شاء الله.